هلا اذا ما عم تحسنوا تلاقوا القشطه باي سوبر ماركت ممكن تجيبوا حليب بالبيت وتغلوه، بس يغلي بتطفوا النار عنه فبصير عندك هالوش. فكل ما تغلي غلوه تسحب الوش ترجع تغلي مره ثانيه بتسحب الوش لحتى تاخذ كل الخير تبع الحليب، فهي بسموها القشطه. انا رح افرجيكم طريقه سهله ومنا معقده. عندي اول شيء عم بستعمل هون جبنه ريكوتا. جبنه ريكوتا هي جبنه مثل معاد مغليه، يعني بتشبه القشطه او القريشه وبتعطينا الطعمه هيك طعمه حموضه خفيفه بقلب بعضهم. رح استعمل هون عندي اول شيء نسيت اخبركم اياها، عندي هون مقليه عم حميها بدي احط فيها حليب عشان يعطيه طعمه الشوطه، لانه انا كثير بحب القشطه بكون فيها طعمه شوطه. عم بحط انا هون شويه مستكه حبتين ثلاثه، رح احط معهم شويه سكر. المسكه كانت عندي بالفريزر مفرزه مشان احسن تندق معنا وتتكسر. بنحط معها شويه سكر مشان تندق معنا وتصير ناعمه. دقيت ربع هبلش احط الحليب عندي هي غليت وبطفي. انا شو بدي هون؟ بس بدي اخذ طعمه شط الحليب. راح احط معهم هون السكر والمسكه ليعطوني هالطعمه تبعت هيك القشطه العربيه. هلا اهم شيء وقت نحط الحليب بالمقلايه ما نجيب معلقه ونحركها نطلع اللون البني اللي علق معهم، ما بدي هذا اللون. انا بدي اخذ شويه الحليب بس لحتى اخذ طعمه تبعت طعمه القشطه. الريحه كثير حلوه. مثل ما شايفين هيك شايفين علق معنا هذا، مرة نحطه ونطلعه. هلا رح طفي تحت الحليب لحتى هيك ياخذ طعمة هالشويطة، رح احطها انا هون مع جبنة الريكوتا. رح استعمل مع هاي الوصفة رح استعمل معها كريم مشان يعطيها طراوة هيك شوي للريكوتا. الريكوتا بتلاقوها شوي فيرتا ما بجمع على بعضها، الكريم برجع بجمع على بعضها. وعم بستعمل انا كريمة هون كمان كثير طيبة. هخلطهم بهالطريقة. نضيف عليهم الحليب بس ليعطيني هيك شوية طعمة ويرجع يدمجهم كلهم مع بعضهم للبعض. هاي القشطة عندي جاهزة. خضرة وينك اليوم؟ هلا رح نعملها صحن التقديم. سهلة كتير، فيكم تحطوها بالشعبيات بالكنافة مع مع القطايف عصافيري اللي بدكم اياه، مع العسملية كمان كتير بتطلع طيبة. رح هلا بلش فرجيكم اياها كيف نقدمها. انا على فكرة بصغري كنت كتير بحب اكل قشطة مع سكر وقرفة، يعني اكلتي المفضله قشطه وسكر وقرفه وخبز من الفرن سخن. شكرا لحاله عرف شو بدي يعطيني. انا راح هيك اعمل شويه هيك برزنتيشن حلو معه. تلبى مع فستق حلبي. حط لها هي ما رح احط لها بس هيك اذا بدكم تاكلوا قشطه سكر. عندي هون القرفه جاهزه
بس هيك شوية قرفة على الوش. ورق نعناع صغير. حتى هذا أحلى. ها هي القشطة أو القيمة اللي عملناها هلا، أنا رشيت عليهم شوية سكر والقرفة.